حضر عنده سؤال قبل ما نفوت بالفلويد مانجمنت. اوكي بسم الله. هسه شباب الفلويد مانجمنت، الفكره اللي بتجيكم دائما انه واحد عندكم عنده مثلا طفل بيبي اوكي عنده dehydration، ويا اما بيعطيك نسبه dehydration يا اما بيعطيك السيمبتومز تبعون dehydration وانت بتحذر ايش النسبه لحالك. اتفقنا؟ هاي رقم واحد. هسه النسب والتبعون dehydration هذا كله احنا عارفينه من اول وحكينا فيه، لكن الاشي اللي بدنا ناكد لكم عليه يا شباب دائما انه انواع الفلويد اللي احنا بنعوضها هي عباره عن اربع شغلات رئيسيه. عندنا رقم واحد شوك ثيرابي، عندنا رقم اثنين اللي هو ديفيسيت، عندنا رقم ثلاثة اللي هو مينتيننس بطلت اعرف اكتب لازم نلف هاي شوي، وعندنا رقم اربعة اللي هو ايش ongoing لوس اللي هو الفقدان المستمر. تمام، نيجي اول شغله شو يعني شوك ثيرابي. شوك ثيرابي يا شباب هي عباره عن كميه السوائل اللي انت بتعطيها تتريت شوك. لما المريض يجيك ان شوك يعني هايبوفوليميك شوك بدك تعطيه 20 مل لكل ايش كيلوغرام. هذا متفقين عليه وما عليه اي خلاف ابدا، اموره تمام. رقم اثنين عندك موضوع الديفيسيت. الديفيسيت يا شباب هو عباره عن ايش؟ عبارة عن نسبة الوزن سوري بالكيلوغرام ضرب نسبة ايش الديهايدريشن بالجرام سوري الوزن بالجرام. يعني مثلا لو اجاك واحد عنده 10% ديهايدريشن وكان وزنه 20 كيلوغرام كيف نعمل؟ بتقول 10 اللي هي النسبة ضرب ال 20 كم تعتبر؟ كم جرام؟ 20,000. 10 على 100 20,000 بس هيك. فبالتالي هذول هذا الصفر بروح مع هذا الصفر وهذا الصفر بروح مع هذا الصفر، شو بصفي عندنا؟ 2000 مل هاي الديفيسيت. اوكي؟ او دائما شوف الوزن بالكيلوغرام تضربه فيه وبزيد صفر، نفس الشيء. اوكي؟ الطريقة السهلة 20 في 10 200 حط صفر جنبها خلاص. لو كان 15 مثلا بتقول مثلا وزنه 15% وزنه كان 10 كيلوغرام بتقول 10 في 15 150 حط صفر جنبها بس 1500. هاي الطريقه الاسهل. تمام يا شباب؟ اذا هيك هاي الطريقه كيف احنا بنحسب الديفيسيت، ومتفق عليها تماما انه هاي الديفيسيت قديش تنعطى. نص الديفيسيت بينعطى على اول 8 ساعات والنص الثاني بينعطى على قديش؟ على 16 ساعه. يعني لو اجينا هون ورسمنا لك الخط الزمني تبع اليوم، اليوم يا شباب ينقسم الى 8 ساعات الاولى، الثمان ساعات الثانيه، الثمان ساعات الثالثه، 24 ساعه صح؟ فهون لو مثلا افترضنا انك انت بتعطي المريض لنفرض 60 مل بالساعه هون، على الساعه هون هاي شو حيكون بياخذ؟ بياخذ نص صح ولا لا؟ او اقل يعني من 60، اقل من 60 ما بياخذ 60 كامله. فلذلك بحالات الديفيسيت نص الكميه احنا بنعطيها على اول 8 ساعات هون والنص الثاني احنا بنعطيه ايش على 16 ساعه هذول. فلو افترضنا مثلا انه عندنا المريض طلع له ديفيسيت 1400 مل، قديش بنعطيه على الثمان ساعات الاولى؟ 700 صح، وال16 ساعه هذول بنعطيه كمان قديش؟ 700. فلذلك ال 700 هذول لو قسمتهم على 8 بيطلع عندك قديش الريت بالساعه الواحده، وهذول ال 700 لو قسمتهم على 16 بيطلع عندك قديش بالريت الواحده. اذا المريض مثلا لنفرض بياخذ 60 مل هون قديش بياخذ؟ 30 مل بالساعه. يعني بتصير تنزل للنص وين؟ بعد الثمان ساعات الاولى. هذا شباب احنا متفقين عليه؟ لحد الان متفقين عليه؟ هذا ما في عليه اي تغيير ولا شيء، ما في اي تغيير، يعني هذا الشيء الصح اللي احنا دائما ماشيين عليه. فلذلك لاحظوا شغله، الديفيسيت شو معناها اصلا؟ شو يعني ديفيسيت؟ ديفيسيت قديش ناقص فلويد عند هذا المريض. اول شيء ناقصه اللي هو الشيء اللي رجعه للايوفوليميك ستيت، يعني الشيء اللي يعالج الديهيدريشن بشكل كامل. فانت لما تحسب ديفيسيت، انت لو المريض اعطيته الديفيسيت، انت بتعالج له ديهيدريشن. تقول للمريض انت ناقصك 1500 مل مثلا بهاي الحالة هون، ناقصك 1500 مل عشان تبطل ديهايدريتد، هاي معنى ديفيسيت. وعشان يبطل ديهايدريشن يا شباب احنا لازم نسرع بالبداية تاع
تعويض السوائل. عشان هيك بالديفيسيت احنا بنعطي اول 8 ساعات ونص الكمية، ونص الكمية الثانية بنوزعها شوي شوي على 16 ساعة الثانية. هون متفقين؟ تمام. نيجي على وين؟ على المينتنس. شو بالنسبة للمينتنس شباب؟ المينتنس شو معناها اصلا بالعربي بالحكي هيك البسيط اللي بيننا؟ شو يعني مينتنس؟ مينتنس هو ما يحتاجه الجسم من سوائل كل ساعة، الحاجة اليومية. طيب هذا الخط الزمني، هاي أول 8 ساعات، هاي ثاني 8 ساعات، هاي ثالث 8 ساعات. المريض قديش يا شباب بيحتاج سوائل على اللي هو حسبة 4-2-1 مثلا، صح؟ هون تحسبها 4-2-1، وهون برضو كمان 4-2-1، ما بتختلف، وهون برضو كمان 4-2-1. إذا ما في اختلاف الثمان ساعات الأولى عن الثانية عن الثالثة، ما في بينهم اختلاف. لذلك المينتنس لو أنت حسبته حيطلع طول ال 24 ساعة كمية السوائل اللي أنت بتعطيها كل ساعة متساوية مع الساعة الثانية. لذلك لو المريض مثلا طلع له مينتنس لنفرض كان وزنه 20 كيلوغرام مثلا، بيطلع له قديش يا شباب؟ 1500، مزبوط؟ كيف حسبناها 1500؟ على الرول تبعت إيش؟ تبعت 50 100 50 20، صح؟ أول 10 في 100 1000، وثاني 10 في 100 في 50 50، إذن 1500. تمام؟ ال 1500 هذول كيف بنقسمهم على 24 ساعة؟ بصير إني أعطي أنا نصهم على الثمان ساعات ونصهم على 16 ساعة الثانية؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه هذا اسمه مينتنس. شو يعني مينتنس؟ مينتنس يعني اللي هو بمعناها العربي أصلا البسيط الحرفي الديمومة، إشي دائم، حاجة دائمة للسوائل طول اليوم، ما بتختلف معك من ساعة لساعة. لذلك المينتنس بتحسبها على قديش؟ على 24 ساعة. مع انه مرات بامتحان الامتياز بجيب لك سؤال المينتنس بحسبها على 8 ساعات وبحسب لك على 16 ساعة الثانية اللي هو النص، نصها 8 ونصها 16 زي الديفيسيت. هل هذا الكلام صح ولا غلط؟ ايش رايكم؟ صح هذا الكلام؟ بصير؟ يعني هل هذا اشي منطقي انه ينعمل؟ هذا مش منطق، لكن هل صار بامتحان المجلس الطبي؟ اه صار، صار. طيب احنا بشغلنا، طيب عشان نكون احنا صح، ولو رحنا امتحنا بمكان غير المجلس الطبي الاردني، بامريكا، ببريطانيا، طلعنا امتحنا اي شيء، على ايش نعتمد دكتور؟ المينتنس تعتمدها متساويه طول اليوم. طب بامتحان المجلس الطبي الاردني بدك تجرب حاله من حالتين، انه حسب مزاج الممتحن على شو حاط. تمام؟ فبتروح تطلع الخيارات وبتحسب بالطريقه الاولى اللي معطينك اياها من الصح من قبل، اللي هو الديفيسيت تقسمها على 8 ساعات وبعدين على 16 ساعة نص بنص، والمينتنس طول ال 24 ساعة زي ما هي. هذا يا شباب تحسبها وبتشوف قديش بطلع معك. إذا طلع معك رقم واضح قريب زائد ناقص مثلا 4 ملي إشي زي هيك، جاوبه، هذا الجواب الصح. إذا طلع الرقم بعيد عن كل الإجابات معناته بكون اللي حاط السؤال إيش بده الطريقة الثانية. فبتروح بتجمع الديفيسيت زائد المينتنس مع بعض وبتقسمهم على قديش؟ على 16. ليش قسمناهم على 16؟ يعني نصهم على 8 ساعات ونصهم الثاني على 16 ساعة. تمام؟ إذا ما كتب النسبة كيف نحسب خلال الأعراض؟ خلال الأعراض في عندك الجدول يا صالح، الجدول اللي موجود. يعني متى ببلش عندك هايبوتنشن مثلا المريض؟ واحد والله ما عندهوش هايبوتنشن، تمام؟ عنده السكن تيرجر مثلا انكريزد مثلا، الكابيلاري ريفيل ديكريزد مثلا، هاي الأشياء. وقتها بتقول لي والله هذا مودريت مثلا. لو كان مثلا unconscious للمريض وعنده مثلا severe hypotension، تمام، وقتها بتقول لي والله هذا عبارة عن severe، ارجع للجدول تبع dehydration حاطين لكم اياه. ليش ما اقسم على 24 ساعة؟ ما هو انا بحكي لك قاعد انا بحكي لك. يلا تعال ناخذ امثلة عليها. مثال، طفل عمره او وزنه 25 كيلوغرام ونسبة الديهيدريشن 10%. نحسب على الطريقة الصح الديفيسيت قديش يساوي؟ كم الديفيسيت؟ 25 في 10 250، حط جنبها صفر، يعطيك العافية، هاي الديفيسيت. تمام؟ طيب في الساعة الأولى قديش بدنا نعطي ديفيسيت؟ في الساعة الأولى بتقول 2500 على 2 نصهن، هذول يساوين قديش؟ 8 ساعات. فإذا في الساعة الواحدة شو بتقول أنت؟ 2500 على 2 قديش؟
1250 ترجع تقسمها على قديش؟ على 8 ساعات عشان تطلع قديش بالساعة الواحدة. مزبوط؟ قديش بيطلع معك بالساعة الواحدة؟ 100 وقديش؟ 150 56. هذا الديفيسيت بالساعة الأولى. طيب مينتننس بالساعة الأولى الصح شو قلنا؟ 4 2 1 25. 4 في 10 قديش؟ 40. و2 في 10 20. و1 في 5 5. عرفتوا كيف حسبناها؟ هذول قديش بيطلعوا؟ 65. أول 10 كيلو جرام بأخذوا 4 على كل كيلو يعني 40. ثاني 10 كيلو جرام لا سيف هو 25 مش 20. ثاني 10 كيلو جرام بياخذوا 2 إذن 20. ثالث 10 كيلو جرام بياخذوا 1 إذن 5. قديش بيطلع عندنا؟ 65 بالساعة. هذا ايش؟ 4 2 1 بالساعة. إذن 150 56 زائد 65 قديش بيطلع لنا؟ 221. لو لقيت بالجواب 220 هاي هي الجواب 220 بس ببساطة. اتفقنا؟ طيب لو لقيت الجواب مختلف ما لقيت 220 بالجواب بتروح تلاقي مثلا والله الخيار الثاني تبعك اللي هو ايش؟ انك تحسب ديفيسيت اللي هو 2500 ومينتننس قديش تطلع هون؟ 1600 باليوم كامل صح؟ اللي هو اول 10 كيلوغرام ب 1000 ثاني 10 كيلوغرام ب 500 و5 كيلوغرام هذول ب 20 يساوي ايش؟ 100. 5 ب 20 100. اذا قديش بيطلعوا؟ 1600. قديش بيطلعوا عندنا هون؟ 3000 4000 4000 و100. ال 4100 بتروح تقسمهن على 2 عشان تشوف انه قديش اول 8 ساعات بيطلع عندك قديش؟ 2050. بعدين 2050 بتقسمهم على 8 عشان تطلع اول ساعة قديش تطلع معك؟ ما خدناهاش هاي. حسبوها بالله سريعا. مين معه آلة حاسبة؟ لا لا بدي احكي لكم عشان 256 تمام. طيب الخيارات لو لقينا الخيارات 150 مثلا 200 250 350 شو بتختاروا؟ تختاروا على ال 220 تحلوا هون ولا تحلوا على الطريقة هاي؟ هتختار انه هون اقرب صح؟ لكن لو كانت الخيارات مثلا 150 200 220 250 شو بتحلوها على اي طريقة؟ تحلوها على الطريقة هاي لان هي الطريقة الاصح. اتفقنا يا شباب؟ لو 220 هي موجودة هون اللي هو 156 زائد قديش؟ 65. لو كان رقمين ضمن الخيارات اختاروا الطريقة الأصح يا شباب اللي أنا أعطيتكم إياها واللي كاتب لكم إياها بالكتاب. أوكي؟ ليش؟ لأنه مش صح أنت تعطي مينتننس مختلفة طول اليوم، يعني أول 8 ساعات بيفرقوا عن آخر 8 ساعات بإيش؟ ليش الديفيسيت أوكي آمنا، أنت بدك تعوض المريض بالبداية أسرع، بعدين بالآخر بتعوضه أبطأ شوي. مفهومة، لكن مينتننس هاي حاجته الطبيعية اللي هي ما بتتغير أصلاً بالفلود من ساعة لساعة. ليش انت بدك تعطيه نص ساعة 8 ساعات؟ مش منطق. تمام؟ واضح الأمور؟ شو بضل عندنا يا شباب؟ بضل عندنا الأونجوينج لوس. هذا المريض مثلا خلينا نقول بيطلع دياريا 200 مل بالست ساعات، بضيفهم 200 مل بضيفهم على الحسبة تبعتي. أوكي؟ ليش؟ لأنه هذول أونجوينج لوس، أونجوينج لوس يعني اللي هو الفقدان الحالي اللي قاعد كمان بيفقده المريض، لأنه إذا أنت ما عوضته المريض ما حيطلع من الديهايدريشن. عشان تعرف تشكي عليهم مين هم ما قرأت فوق. طيب مين عنده سؤال يا شباب؟ واضح الديهايدريشن؟ انتهى موضوعها خلاص؟ يعني يا شباب حتى الكتب اللي بتقول لك احسب مينتننس نصها على 8 ساعات ونصها على 16 ساعة هذا غلط، هذا الكلام غير صحيح. تمام؟ لو المجلس اعتمدها، لو شفتوها بأي كتاب، أنا بصراحة ضد هذا الإشي لأنه غير منطقي. أقول لك مش منطقي لا بالصغار ولا بالكبار، يعني حتى عنا بالباطني كمان إيش اسمه مينتننس، يعني بدك تخلي المريض ماشي عليه. تمام؟ فإذا يا شباب دائما شوك ديفيسيت مينتننس أونجوينج لوس. أوكي؟ حد عنده سؤال؟ كله تمام؟ يعطيكم ألف عافية. خلصنا. حد عنده أي إشي؟ تفضلي بهاء. للكبار نفس الحسبة؟ يعني الكبار لا، احنا صراحة بنحسبها بطريقة شوي مختلفة. تمام؟
يعني لو حسبتها انت نفس الحسبة للكبار بتزبط. لكن في معلومة مهمة جدا، كويس انه يعني لازم احكي لك اياها. احنا بموضوع المينتننس ممنوع قطعا اني اعتبر وزن المريض اكثر من 60. يعني ابو 60 قديش باخذ مينتننس يا شباب باليوم؟ عندك 10 10 30 40 50 60، صح؟ اول 10 بياخذ 1000 عليها، ثاني 10 بياخذ قديش؟ 500. وهذول 1 2 3 4 4 في 20 قديش بياخذ؟ قلنا بيطلعوا 2300. تمام، فوق 60 كيلو جرام لا تحسبهم، يعني حتى لو كان ادلت فوق 60 كيلو لا تحسبهم بالمينتنس، الا لو كان بدك تضيف عليهم اونجوينج لوز. يعني مريض مثلا، والله مريض عنده دايابيتس انسيبيدس، مثلا دايابيتس انسيبيدس بيطلع 5500 مل كل يوم، وهذا المريض يا شباب هسه الان لو رحتوا على اي سي يو البشير حتلاقوه اليوم كنت بعالج فيه، كنا زبطت له الفلويد. تمام، 5500 بيطلع يوميا، هذا قديش لك تعوضه؟ قديش لك تعوضه؟ احكي لي. بتعوضه ال 5500 زائد 750، فبيطلع قديش؟ 6250. ليش 750 هدول؟ هدول يا شباب عبارة عن اشي بنسميه insensible loss، اللي هو الفقدان الغير محسوس. تمام، هذا فقدهم باليورين، هذا بول 5500، لكن تنساش انه بيفقد بخار مي بالنفس، بيفقد مي بالعرق، فبالتالي هذول 750 باليوم كامل بيفقدهم، ما بنقدر نحسبهم احنا تقريبا 750. فاذا هذول دائما بتضيفهم مع حسبتك، انه المريض والله مثلا 5500 مطلع، وبدك تحسب انه كمان 750 مل هذول انا ما شفتهم، هذول طلعوا عرق وطلعوا نفس، فبتجمعهم مع بعض بيطلع المريض قديش مطلع؟ 6250. هذول بدك تعوضوا اياهم كاملات بال 24 ساعه. الدوره اللي حتبدا بشهر 7 متى تقريبا حتخلص؟ بدي اعطيها صراحه 8 شهور، من 8 الى 9 شهور بدي اعطيها هيك شيء. اوكي،